السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، مثل ما حكينا نحن حنعمل فيديوهات قصيرة بنشرح فيها عن كلمات بالقرآن، نحن بنذكرها وبنقراها على طول بالقرآن، بس أحيانا ما بنعرف معناها لأنه بتكون الكلمة صعبة شوي على تفكيرنا بالنسبة لموضوع اللغة العربية. تمام، فرح نشرح مثل ما حكينا اليوم كلمة بالقرآن اللي هي فسيكفيكهم الله، يعني بنتعرف على كلمة فسيكفيكهم الله شو معناتها. تمام، قبل ما نبلش من الفيديو اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل أكبر عدد ممكن المشاهدات والعالم تعرف المعلومة اللي حنحكيها اليوم إن شاء الله بالفيديو. يلا خلينا نبلش. تمام، هلا الآية بسورة البقرة بصفحة 121 الآية 137 واللي بيقول فيها رب العالمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. معنى الآية: فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل الذي آمنتم به مما جاء به الرسول فقد اهتدوا إلى الحق، وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شديد، فسيكفيك الله أيها الرسول شرهم وينصرك عليهم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. يعني بما معناه انه اليهود والنصارى وقت اللي عارضوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما رضوا انه يآمنوا بدين الاسلام ويتبعوا الاسلام، فرب العالمين بعت هي الآية. والكلمة اللي احنا عم نفسرها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، المعنى فسيكفيك الله ايها الرسول شرهم وينصرك عليهم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. يعني بما معناه أنه رب العالمين هو اللي حيصرف الشر عن كل مين بده يأذيك. تمام، فمعنى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أنه رب العالمين عالم بكل شيء وبيعرف كل شيء، ما حدا رح يحسن يأذيك أو يضرك طالما أنت عم دافع عن الحق أو دين الحق. تمام، فمعناتها أنه رب العالمين رح يصرف عنا كل شر وكل أذى إذا أنت كنت على حق. وقت اليهود قالوا لسيدنا محمد كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا، يعني وقت اللي دعوه أنه يكون يهودي أو نصراني أنه بيهتدي، فرب العالمين بعت هي الكلمة بالقرآن والآية اللي هو فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني انه يا سيدنا محمد لا تخاف من شيء، رب العالمين شايف وعالم، يعني رب العالمين هو رح يصرف شرهم واذاهم من على سيدنا محمد وعلى كل من اتبعه. تمام، هذا المعنى. بالاضافه كل من كان على حق، كل من كان على حق وبيعرف حاله انه على حق، رب العالمين عالم وشايف، وهو يلي يعني وقت انسان بيكون مثلا متآزي من شيء، هو رب العالمين هو بيكون عامل بهالشيء، يا بيكون عم يعاقبه، يا بيكون عم يمتحنه، يا بيكون في شيء بينه وبين رب العالمين. فلهذا الشيء انه رب العالمين عالم بكل شيء. رب العالمين بمعنى كلمة فسيكفيكهم الله انه رب العالمين هو بيصرف اذى كل مين بده يأذيك، او يعني وحتى وقت البني ادم بينأذى او بيصير معه شيء او كذا، رب العالمين بيكون عالم. يعني تمام، بس مثل ما قلت لكم يعني انه بيكون امتحان من رب العالمين او بيكون ابتلاء او بيكون عقاب، الانسان بيكون عامل شيء، يعني رب العالمين ما بيتعدى على حدا. حبايبي، ان شاء الله اكون شرحت لكم معنى الكلمه ومعنى الايه. طبعا انا قد ما شرحت وقد ما حكيت وقد ما قلت ما رح يكون عندي علم وخبره مثل العلماء والمشايخ اللي دارسين وبيعرفوا طبعا أكتر مني بأضعاف، بس أنا طبعا هاي التفسيرات وهي الشيء اللي عم بفسره وقوله طبعا مرجوعي للعلماء وللمشايخ اللي فسروا معنى هالكلمة
كلمة اللي هي أي شيء بالقرآن أنا بحفسره أو أي شيء رح نزله مستقبلا، هذا كله مرجوعي كان للعلماء، وشايف العلماء شو فسروا شو قالوا هاي الكلمات، تمام؟ فهذا الموضوع مو من عندي، يعني جايبه من عند تفسير علماء ومعروفين ومشهورين، تمام؟ إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسوا اشتراك القناة وتعملوا لنا لايك مشان يوصلكم كل شيء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.